وهيك بقدر احكي لكم يعطيكم العافية المرة الثانية. السكشن اللي بنبلش فيه هسه 5.5 ايش عنوانه؟ The Substitution Rule، يعني حنستخدم حاليا نوع من انواع التكامل اسمه التكامل او طريقة. اوكي، احنا بنستخدم او بنتعلم طريقة جديدة لنكامل. ايش الطريقة؟ طريقة التعويض. بدي تحطوا ببالكم انه Calculus 2 نقدر نحكي ثلاث ارباعها متركزة على كيف نحل تكاملات. فإحنا من أول المادة تقريباً لحد تقريباً شابتر 11 و11 سيريز، لا انسوا لقب بشوي، وإحنا نتعلم طرق كيف نكامل. نشوف تكامل معين، هذا إيش الأنسب إله أحله، كيف أحله. طريقة التعويض اللي بيخليك تفكر إنه أنا لازم أروح أستخدم طريقة التعويض لهذا التكامل هي إنه بيكون عندك داخل التكامل حاصل ضرب اقترانين زي ما أنتوا شايفين، F لجيل X ضرب، هون في ضرب G برايم لX، بحيث واحد منهم يا إما بيكون مشتقة الثاني أو بيكون جزء من مشتقة الثاني. نعيد، بفكر أستخدم التكامل بالتعويض لما أشوف داخل التكامل حاصل ضرب اقترانين واحد فيهم يا إما بيكون مشتقة الثاني بشكل كامل، يعني خلاص اقتران مثلا تكامل مثلا ساين إكس كوساين إكس مثلا دي إكس، هاي حاصل ضرب اقترانين. بفكر أفكر أحل على التكامل بالتعويض مثلا لأنه هاي حاصل ضرب اقتران الأول في الثاني، بحيث إنه الكوساين هو مشتقة الساين بشكل كامل. لكن مثلا لو حكينا الساين مثلا الإكس تربيع في 2x dx، تمام؟ اللي بفكر فيه إنه اللي جوا مشتقته 2x، فالاقتران الثاني هو مشتق جزء من الاقتران الأول، لأن الاقتران الأول ساين x تربيع، تمام؟ مش x تربيع لحالها، فالاقتران الثاني هو جزء من مشتقة الاقتران الأول، تمام؟ وصلت الفكرة متى أنا بدي أستخدم التكامل بالتعويض؟ هذا أهم إشي. وصلت؟ وصلت. اوكي، نيجي نقرا التعريف. بحكي لي if u equal g of x is a differentiable function. اوكي رغد، يعني اعيد الصوت عندك انا قطع. رغد، بحكي لك متى بتفكر تستخدم التكامل بالتعويض؟ بتفكر تستخدم التكامل بالتعويض لما يكون داخل التكامل حاصل ضرب اقترانين بحيث واحد منهم مشتقة الثاني أو ركزي واحد منهم جزء من مشتقة الثاني. يعني تكامل ساين إكس كوساين إكس، أنا أول إشي بدي أفكر كيف بدي أكامل. إخلاص حكت حصل ضرب اقترانين، هيفيد حصل ضرب اقترانين، هل واحد منهم جزء من مشتقة الثاني؟ الكوساين مشتقة الساين، فبروح بفرض الواي تساوي ساين إكس، تمام؟ مثلا التكامل الثاني كيف افكر فيه؟ على اي طريقه احل؟ بيخطر لي التعويض لانه تكامل ساين اكس تربيع ضرب 2 اكس دي اكس، 2 اكس هي جزء من مشتقه الاقتران الاول، لانه انا عندي ساين اكس تربيع مثلا شو مشتقته؟ كوساين اكس تربيع في هاي تشين رول في 2 اكس، لاحظت انه جزء من مشتقته هذا الاقتران الثاني مش مشتقته كامله، فهذا اللي بهمني. هيك وصلت رغد؟ تمام وصلت. تمام، يلا نكمل. If u equal g of x is a differentiable function whose range is an interval and f is continuous in I then. بس نركز شوي بالشروط، انه بحكي لي عندي u تساوي g of x هو اقتران قابل لل differentiable. اوكي. قابل اشتقاق، والرينج تبعه هو عبارة عن الفترة، بحيث إنه هذا الاقتران هو متصل على هاي الفترة، معناها التكامل لـ f of g x لـ g prime لـ x تساوي f of u du. هذا التعريف، بس أنا إيش كيف أطبقه؟ هسه خلينا نتعلم مع بعض. أوكي. أول سؤال معنا، find تكامل x تكعيب كوساين x قوى 4 بلس 2 dx. هذا عبارة عن حاصل ضرب اقترانين،
اسمعوا انا بحل الاول واحنا بعديها بنكمل مع بعض على الثانيات. حاصل ضرب اقترانين الاكس تكعيب في كوساين اكس كوب 4 بلس 2. زي ما احنا شايفين انه مثلا ايش الاشي اللي ممكن افرضه بحيث يكون الاقتران الثاني جزء من مشتقته؟ اكس قوة 4 زائد 2 يس. لو انا مثلا فرضت قوة 4 زائد 2 ممتازين، شوفوا شو بدي اعمل. هذه الخطوات ستاندرد، يعني هذا الاشي يعني انه نفس السيستم راح امشي، نفس الاشي راح امشي عليه كل الاسئله، تمام؟ راح هذا النظام اللي راح احل فيه هسه نفس الاشي لكل الاسئله، انه الجزء اللي انا شايف له مشتقه برا بفرضه. انا شفت اكس قوة 4 بلس 2 لمحت انه في اشتقاق لها برا، فاذا اول اشي بفرض واي تساوي اكس قوة 4 بلس 2، بروح بشتق شو مشتقة دي واي؟ دلتا واي على دلتا اكس. ممتاز، دي واي اوفر دي اكس صح تساوي اوكي شو مشتقة 4 يس 4 اكس قوة 3. ممتاز. هسه شوف شو القصة، مشينا اول ضرب تبادل ممتاز جدا. الخطوة اللي بعدها انه انا بدي اضرب ضرب تبادلي. ليش؟ شوف شو بدي اعمل. دي واي هاي كأنها على واحد، ضرب ضرب تبادلي، فهي عبارة عن 4x تكعيب dx، تمام؟ الخطوة اللي بعدها برضو نفس الشيء بدي امشي عليها بكل الأسئلة، إني أخلي dx هي موضع القانون. ليش؟ هسا بحكي لكم ليه. لو خليت dx موضع القانون فراح يصير معي dy على 4x تكعيب 4x قوة 3. حلو، بنعوضها في التكامل. يس، تكامل. x تكعيب ما عملتش إشي فيها، خليها زي ما هي، هي x تكعيب ضرب كوساين ما عملتش شيء فيها، خليها كوساين. اكس قوة 4 بلس فرضتها، ممتازة واي ودلتا اكس يس. نعوض بدلها دلتا واي على 4 اكس قوة 3. فهمتوا ليش حقدركم بدي اخلي دي اكس موضوع القانون؟ عشان هون بس اجي عند دي اكس القى ايش اعوض مكانها، فهون بدي احط دي واي على 4 اكس تكعيب. اكس تكعيب مع اكس تكعيب الله يرحمها بصفي تكامل كوساين واي على ربع برا. حاضر، دي واي بتهيألي اطلع الربع برا، وانا منطقيا هيك بعمل لانه كونستانت، فتكامل كوساين واي دي واي. اوكي، ايش تكامل كوساين؟ ساين ربع في ساين واي. نعوض بس ثواني خليكم معي. اوكي كوساين نعوض مكان الواي شوي شوي. حلوكم علي، خلصنا احنا هيك حال؟ لا، نعوض مكان الواي قبلها اكس قبلها لاتسي. ايوه بلس سي عشان تكامل غير محدود. اوكي هسا بدي منكم، اعتقد سيرين لها ساعه بتحكي لي ما تخليش الجواب هيك، ارجع حوضي محل واي. يا جماعه انا بلشت الاقتران بايش؟ باكس، واجب علي أرجع الاقتران زي دلالة المتغير اللي كان بالبداية. كان التكامل بدلالة X بده يرجع الجواب دلالة X، هاد واجب علي أعمله. فشو اللي بعمله؟ بس اللهم ربع نفس ما هي، ساين نفس ما هي، بس الواي أنا إيش فرضها من الأساس؟ X قوة 4 زائد 2، بس هذا اللي بعمله. X قوة 4 بلس 2 ما عملش شيء ثاني، تمام. هيك خلص هذا المثال، بنطلع وبنرجع ندخل نكمل، تمام؟ تمام. وصلنا لعند سؤال. شوفوا علي، رح تلاحظوا بس في فجوة أرقام، أعتقد كان فوق سؤال واحد هون سؤال خمسة، إنه أنا الهدف إنه الأسئلة اللي بينهم بدي أحط لكم إياهم تحلوهم أنتم لأنهم سهلين تقريباً. فا أو الأفكار نفس الفكرة الأولى اللي شرحتها. هسا نوصل لعند هون، إيش الفكرة من السؤال؟ الفكرة يا جماعة لما بدي أوصل لعند سؤال داخل التكامل حاصل ضرب اقترانين، أحد الاقترانات جذر، اللي بفكر فيه أول سبيل التعويض، إيش أفرض؟ أفرض الجذر اللي تحت الجذر. يحق لكم أن تفرضوا الجذر أو تفرضوا ما داخل الجذر، الشغلتين الإشي راح يطلعوا. يا بيطلع مع يا تفرض الجذر صح، الجذر كامل يعني جذر واحد بلس اكس تربيع هون، يا بتفرض واي تساوي واحد بلس اكس تربيع اللي هو المقدار اللي تحت الجذر. الجوابين صح. بدي تكونوا عارفين شغله نحن تذكرتها، شو بتحكي؟
التكامل الغير محدود عادي يطلع جوابه أشيين مختلفين، بس لما أجي أعوض حدود مثلاً طلع معي أنا جواب معين وطلع مع حد جواب معين تاني، هون جواب معين هون جواب معين تاني، تمام؟ الفكرة إنه بعد التعويض الجواب يس بحالة التعويض نفس الجواب رح يطلع، بس بحالة الغير بحالة التكامل المحدود نفس الجواب، بس الغير محدود إذا اختلفوا. فشو الفكرة بتكون؟ إني لو أعوض أي حد يعني عوضت هون مثلاً من A ل B نفسه بدي أعوض هون من A ل B، لازم الجواب هون يطلع نفس هون بغض النظر عن الاقتران. مثلاً ممكن يطلع هون اقتران ملوش علاقة بالمرة بالاقتران اللي هون، مش مشكلة كونه تكامل غير محدود، لكن لو عوضت حدود لازم جوابي يطلع نفس رقم، يعني رقمي نفس رقم يطلع، تمام؟ هاي معلومة خليها ببالكم بس مش أكثر من هيك يعني. إذا مش بس طيب، حكيت أنا إنه متى ما شفت عندي جذر بفرض يا إما الجذر يا إما مداخل الجذر. أنا كإخلاص بحب أفرض مداخل الجذر فقط لحال، يعني لسبب إنه بحبش أشتق مشتقة مداخل الجذر على تنرف الجذر، بحب مباشر أشتق اللي داخل الجذر بيجي أسهل اشتقاقه، فهمت علي؟ فشو تحبون نمشي؟ اللي تحت الجذر. ما داخل الجذر. يلا. إذا y تساوي جذر واحد، أوكي أمسري، حكينا بنفرض مداخل الجذر واحد بلس x تربيع. الخطوة الثانية كنت أشتاق، شوفوا خليني أتعود على شغلة، بدل ما أحط دي واي على دي إكس وأضرب دي إكس بالطرف الثاني مباشرة بحط دي واي هون ودي إكس هون، تمام؟ بدل ما أحط دي واي على دي إكس خلاص دي واي هون ومقدار هون في دي إكس، كأنه ضربت مباشرة ضد مقدار بعده. أوكي، إذا اشتقاق هاي دي واي تساوي 2 إكس دلتا إكس ممتازين. إذا من هون دي إكس هي دلتا إكس دي واي على 2x. ممتاز جدا. طيب التكامل وصلنا لعند جذر جذر الواي x قوة 5 ما بعمل فيها شيء دي اكس. اوكي دي اكس يس دلتا واي على 2x. ممتاز على 2x، x بتروح مع واحد ممتاز هاي نفسها هاي قوة نص، هون بتصفي x قوة 4 ولو طلعت النص برا مش مشكلة dy. شوفوا x قوة 4 بحولها عن طريق المعادلة y تساوي 1 زائد x تربيع. ممتاز جدا، أنا هذا اللي راح أعمله، بس بدي إياكم تنتبهوا على شغلة، بدي إياكم تفرقوا بينها، يعني بهمني كتير تكونوا عارفين كيف تفرقوا. شو بدي إياكم تفرقوا فيه؟ أوكي، لو أنا حكيت تكامل مثلاً x y d مثلاً d y، تمام؟ هذا التكامل هيك السؤال من الأصل، هذا التكامل وإيش؟ ال x برا، ما هي ال x ثابت بالنسبة للتكامل صح؟ بيطلع ثابت. y d y اللي هي هاي x y تربيع 2، هاد ليش؟ لأنه من السؤال الأصلي أنا مش رابط، أنا مش رابط بين x و y بعلاقة، يعني بين x و y مش حاطط بينهم علاقة، لا x تساوي يعني بنكامل بالنسبة ل y. Yes. بنكامل بالنسبة لواي. ممتاز، ما دام أنا مش حاطط علاقة ما بين إكس وواي وأنا عم بحكي تكامل دي واي معناها أي متغير غير دلالة واي فهو كونستانت، يعني هو ثابت، تمام؟ لكن لما أحط علاقة، لما أبني علاقة صار الموضوع مختلف. دي واي هون أنا راح أكامل بالنسبة لواي صح، بس مدام حط علاقة أنا ما بين دي واي اللي هي بين واي وبين إكس ما بقدر أطلع إكس قوة 4 من المشترك، أي إنه برا التكامل، تمام؟ ما أطلعهاش. شو اللي أعمله من هون؟ واي تساوي واحد بلس إكس تربيع، أحاول أطلع إكس تربيع بدلالة واي. هسا هون إكس تربيع تساوي يس احكي ترى واي ناقص واحد، واي ماينس واحد، حلو ربع الطرفين بالضبط، ربع الطرفين صفي x قوة 4 هي عبارة عن y ماينس 1 لكل تربيع. إذن صفى عندي السؤال هون، نص في تكامل y قوة نص في هذا نربع هذا المقدار، أوكي y ماينس 1 تربيع دي y، الحمد لله رب العالمين كل إشي صفى دلالة y، هيك إلى حد ما راحة نفسية. y قوة نص خليها برا، هذا نربع الأول تربيع y تربيع ماينس الأول في الثاني في 2 2 y زائد مربع الثاني زائد واحد دي واي. أوكي تساوي نص خليها برا. هسا اللي ضل عندي إن أنا أدخل الواي قوة نص عليهم كلهم، واي قوة نص ضرب واي تربيع، واي قوة كم؟
ثلاثة اثنين. أوكي خمسة اثنين اللي هي اثنين ونص. خمسة اثنين دائما بعمل. أوكي أوكي نفسي مش مشكلة يعني أنا بخلط فيها. اثنين في واي قوة نص واي قوة نص واي قوة واحد هسه واي قوة. ثلاثة اثنين. بالضبط. واي قوة نص في واحد واي قوة نص. عادي تكامل ولا أبسط منه. نص في قوة واي قوة خمسة اثنين شو تكاملها؟ واي قوة خمسة اثنين زائد سبعة زائد واحد على سبعة. ممتاز. بضيف للقوة واحد يعني بصفي خمسة على اثنين زائد واحد اللي هي زائد اثنين على اثنين وتساوي سبعة على اثنين. إذا واي قوة سبعة على اثنين بضرب بمقلوبها اثنين على سبعة ناقص اثنين في واي قوة ثلاثة على اثنين زائد اثنين على اثنين خمسة على اثنين في مقلوبها اثنين على خمسة زائد اثنين على خمسة واي قوة خمسة على اثنين. أوكي هون ثلاثة على اثنين صح؟ اثنين على ثلاثة صح؟ اثنين على ثلاثة. أوكي هسا هاي ما هاي بتروح. أوكي لا شوفوا إن أنا شو قصدي بدي أدخل النص عليهم كلياتهم بلا ما تفكروني شطبتها لحالها. شوفوا أول إشي في المقدار أو نيجي هون أحسن على جنب. يعني نيجي على جنب. أوكي تمام. هسا من هون بصفي عندي اللي وصلت إلو نص في أوزع 2 على 7 أوزع النص عليهم كلياتهم أحسن ناقص 4 على 5 في نص في واي قوة 5 على 2 زائد نص في 2 على 3 في واي قوة 3 على 2. أوكي هاي مع هاي ودعت واي قوة 7 على 2 على 7 ناقص هاي مع هاي 2 ناقص 2 على 5 واي قوة 5 على 2 زائد هاي مع هاي بتروح تلت واي قوة 3 على 2. خلصت التكامل خلصت الجواب أنا؟ لا زائد بلس سي بنعوض مكان الواي. ممتاز جدا. أنا من الأصل التكامل عندي دلالة إكس زي ما إحنا شايفين. أوكي هي هاي التكامل دلالة إكس. إذا المفروض الجواب اللي أرجعه بدلالة إكس. أنا فرضا من الأصل واي تساوي 1 بلس إكس تربيع. اللي بعمله بس برجع هون بعوض محل كل واي واحد بلس اكس تربيع على سبعة سبعة اثنين ناقص كمله بس اللهم حطوا محل واي واحد بلس اكس تربيع شو اكثر من هيك وصلت؟ تنسوش بلس سي اهم من حياتي بلس سي. اوكي حلو هذا السؤال جميل جدا كامل تان اكس شو رايكم؟ بنحط ساين على كوساين. يلا لو حطينا ساين اكس على كوساين اكس على كوساين اكس دلتا اكس بنفرض كوساين اكس بتساوي واي. اوكي مستق. يحق لك تفرض اللي بدك اياه. فرضتي واي تساوي ساين اكس بالضبط شغلتين يس بس شو الفكره انك لما تفرضي واي تساوي ساين اكس رح تفرضي مرتين مش مره. لو فرضتي واي تساوي كوساين مره واحده بتفرضي تمام هاي الفرق بينهم بس الاثنين رح يوصلوك لنفس الجواب. طيب واي تساوي حكتوا لي بدكم تفرضوا الكوساين دي واي كم؟ دي واي سالب ساين دلتا اكس. حلو اذا هون دي واي على ماينس بس على ساين اكس. وتساوي تكامل الساين ما عملت فيها إشي بضل زي ما هي الكوساين على واي الواي بالضبط دي اكس حطيت محلها دلتا واي ناقص دلتا واي على ساين اكس. حلو هاي مع هاي الله يرحم تروح ساين مع ساين اكس يس طلعوا لي بس السالب برا صفي واحد على واي دي واي اوكي ايش تكامل واحد على واي دي واي لن 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 واي لن واي حلو هي صح تقريبا بس بليز بي او ممكن نحط واي قوه ناقص واحد اوكي ما اوكي لو حطيتيها لو حطيتيها واي قوه ماينس واحد ما مش حين شوفي التكامل التكامل واحد على اكس دي اكس هذا التكامل اللي دائما لازم تكونوا عارفينه
هون هو عبارة عن لين القيمة المطلقة تمام؟ لين القيمة المطلقة للمقام، فانتبهوا لي عليها. هذا حكيت لكم بالجدول الحفظ فوق. إذا هون لين القيمة المطلقة لواي، بس أهم إشي بلس سي. طيب هسا لو هاي تقدر تخلوا هون بلس سي، بتقدروا آخر مرة حتحطوها بالجواب. ضل أحط محل واي قيمتها الأصلية اللي هي لين القيمة المطلقة لكوسين إكس تمام ماينس، مش هاي نفسها لين كوسين إكس قوي ماينس واحد ولا لا؟ صح؟ اه نفسها، يعني طلعت القوة بس فوق لأنه يعني نفسها. حلو، بتصير لين السي كان اوكي واحد بالضبط. هسا واحد على كوسين اكس بلس سي بتصير سيكنت واحد، اوكي اللي هي سيكنت صحيح بس. فانتبهوا بس انكم تلاقوا هاي بضع دائره ما تلاقوا ماينس لين كوسين اكس، يعني ممكن تلاقوا هاي ما تلاقوا هاي بس كذا. لا لا بس كله نفس الجواب بالاخر صح. اوكي اها دخلنا على مفهوم يعني قد ما أقولكم مهم ما بوصفه حقه ما واضح حقه تمام. يعني هذا العنوان كتير مهم. ليه؟ لأنه الله يرضى عليهم علماء الرياضيات خففوا عنا كتير حمل. ليش؟ لأنه أنا كتير مرات بشوف على فكرة بخمسة بوينت أربعة لقينا سؤال تكامل من سالب عشرة لعشرة كان هو أعتقد لاثنين دي إكس تمام؟ بحكوا لك إنك أنت إذا شفت تكامل من سالب رقم للرقم روح باتجاهين، فكر بشغلتين. شو تفكر؟ أول إشي تأكد لي إنه هذا الاقتران اللي جوا متصل تمام؟ إذا كان متصل على الفترة من سالب الرقم للرقم امشي معي بالخطوة الثانية. هي أول خطوة أتأكد إنه متصل على الفترة من سالب الرقم للرقم. الشغلة الثانية إنه الاقتران اللي داخل التكامل شوف لي يا even ولا odd. تتذكروا معي كيف كنا نختبر الاقتران even ولا odd؟ f ال x تساوي ناقص f ال x، هاي القاعدة. أوكي صح اللي بتحكي فيه، إنه كنت أفحص f of minus x إذا كانت نفسها f of x معناها الاقتران even. إذا روحت فحصت f of minus x وطلعت minus f of x فهون بيطلع الاقتران odd. بحكي لك إذا أنت اختبرت f of minus x طلع معك minus f of x إذا الاقتران odd، إذا التكامل من سالب رقم للرقم شو بتتوقعه؟ استنى أحكي لكم شو مثل شو؟ شوفوا مثل هون متماثل حول نقطة الأصل عفرض هيك تمام. سؤالي إلكم الجواب التكامل هون راح يطلع موجب ولا سالب؟ ايه موجب. حلو عفرض طلع اثنين، جواب التكامل هون كم راح يطلع؟ سالب اثنين. ايه سالب اثنين. لو أنا كملت من سالب ثلاث لثلاث للاقتران دي اكس راح يطلع عبارة عن مجموع 2 مع سالب 2 ولا لا؟ صح؟ المفروض اه. هاي هي القاعدة اللي اجوا حكوا لنا اياها، انه اذا كان الاقتران داخل التكامل odd وكان حدود التكامل من سالب رقم للرقم معناها التكامل راح يكون جواب التكامل صفر. ما تغلبش حالك، لا تكاملش، أنا بقول لك تكاملش. أجاك بضع دائرة سؤال من سالب 100 ل100 لإقتران معقد، افحص بس شغلة، افحص لي إياه كان أود تحلش، احكي له الجواب صفر تحلش. أنا معطيك صلاحية، مش أنا بعطيتها هم يتعلم رياضيات يعني، أعطوك صلاحية احكي له الجواب صفر خلص. من سالب التكامل من سالب الرقم للرقم نفسه لإقتران والإقتران أود الجواب صفر. بينما التكامل من سالب رقم للرقم ثواني أوك.
أوكي. من سالب رقم للرقم الاقتران إيفن، شوفوا من الرسمة سهل نطولها. اقتران مثلاً إكس تربيع، تمام؟ مثلاً لو إحنا أخذنا أوكي مثلاً هون هذه المنطقة مثلاً، وهي نفس المنطقة هون، أوكي؟ كملت أنا مثلاً هون من سالب 2 ل 2، الجواب هون عفرت طلع مثلاً شو نحطه 10؟ جواب التكامل هون كم راح يطلع؟ من سالب 2 10 10 10. إذا لاحظتوا معي إنه كأنه الجواب طلع 10 بلس 10 طلع 20، صح؟ يعني كأنه ركزوا معي، كأنه أنا حكيت 2 في أحد العشرات، يعني كأنه 2 في أحد التكاملات، سواء سالب 2 لصفر سواء من 0 ل 2، صح ولا مش غلط؟ مش غلط. حلو. إذا طلع الاقتران إيفن برضو سهلوا علي، أنا ما أروح أحسب التكامل من سالب A لA كامل، يعني ليش أغلب حالي؟ خلاص، لأنه تعويض الأرقام أحياناً بيغلبني. طب أروح إذا كان الاقتران هون إيفن ومتصل على الفترة هاي، اللي بعمله بحط 2 في التكامل من كأنهم من نص الفترة، يعني من سالب A لزيرو، أو نفسها تساوي من 2 في التكامل من 0 ل A. أوكي؟ وصلت؟ ولا أرد ألخص شو حكيت؟ أنا وصلت. أوكي، لخص سريع يا جماعة، بس شو حكيت كمان مرة سريع؟ كان عندي تكامل من سالب رقم لرقم، اللي بعمله بروح بفحص الاقتران اللي داخل التكامل، هل الاقتران متصل على الفترة اللي من سالب رقم للرقم؟ إذا امشي الخطوة الثانية. إيش الخطوة الثانية؟ بفحص الاقتران اللي داخل التكامل، هل إيفن ولا أود؟ إذا أود، الله يريحني مريح الأم العربية، بحكي له الجواب صفر. إذا إيفن، بحكي 2 في التكامل، أنا مخيرة، يا باخذ من 0 ل A يا باخذ من سالب A ل 0، أنا مخيرة فيهم، تمام؟ تعالوا نطبق. اللي ساعة بحكي وبحكي وبحكي، أنا تسلمونيش مايك، تمام؟ ما بسكت. يلا تكامل. أول شيء ما نفحص. حاضر. تمام. حاضر. يلا. أوكي. عند الفترة من سالب رقم لرقم، أول شغلة بيهمني إنه الاقتران يكون متصل على هاي الفترة، صح؟ تمام. المفروض يكون متصل. يس، راح يكون متصل لو فحصناها. ساين أوكي، حصل ضرب اقترانين. الاقتران الأول ساين اللي هو متصل على كل R، على كل الدومين. جذر الواحد ماينس إكس تربيع اللي داخله أكبر أو يساوي صفر. بطلع برضو متصل، تاخذ تقاطعهم بطلع متصل على سالب 2 و 2، تمام؟ بس الفكرة وين؟ الفكرة إنه بدك تفحص لي هذول الاقترانين، شو رأيك فيهم؟ نفحص إذا أود أو مش أود أو إيفن ومش إيفن. ممتاز، تعال نفحص. لو أنا حكيت إف أوف إكس يساوي ساين إكس جذر 1 ماينس إكس تربيع، تمام؟ طيب هسا نصلي على النبي. اوكي، اف اوف ماينس اكس بس عشان ايفن ولا اود، اللهم اللي بعمله بعوض محل كل اكس ماينس اكس، بس هذا عباره عن ساين الماينس اكس، ما بتطلع نفس الشيء. يلا هسا نشوف سالب اكس تربيع. ساين الماينس اكس هي ساين اكس ولا ماينس ساين اكس؟ شو رايكم؟ ولا واحده. أب ساين الماينس إكس هل تساوي ساين إكس؟ أوكي، رح تساوي هاي في قاعدة أخذناها، هل تساوي سالب ساين إكس؟ يس، ممتاز، لأنه خلاص تمام، أد هو أوكي، فهمت، هو أد أد ماينس ساين إكس ضرب جذر واحد ماينس إكس تربيع. طب سؤالي، مش هاد نفسه إف أوف إكس أصلي بس مضروب بسالب؟ إذا اللي وصلت له إن إف أوف ماينس إكس تساوي ماينس إكس، إذا هو أود تكامل من سالب 2 ل 2 لأود دي إكس،
شو الجواب؟ زيرو. خلاص زيرو يعطيني العافية. خلاص التكامل من سالب رقم لرقم لأود زيرو. خلاص خلصنا. طيب تكامل أوكي X over 1 plus X قوة 4. أوكي هذا السؤال يا جماعة مش على نفس الفكرة، لأنه أنتم عارفين التكامل مش محدود، فهذا فيه فكرة جديدة. شو الفكرة فيه؟ لو أنا جيت أكتب التكامل بطريقة تانية، X على 1 plus X قوة 4 خليتها عبارة عن X قوة تربيع الكل تربيع. ممتازة DX. هل بتلاحظوا في إشي مشتقة الثاني؟ الإكس تربيع نقدر إنه نفرضها واي ونكمل التكامل. ممتاز. بفرض اللي إكس تربيع. ليش؟ لأنه الإكس هي جزء من مشتقة الإكس تربيع. إنه شو مشتقة الإكس تربيع؟ هي 2 إكس ناقصها بس رقم. الرقم بتدبر مش مشكلة. أوكي بي كيرفل إنه الرقم ما بيكون عنده مشكلة، بندبره بنجيبه تمام. حتى لقدام بالتكاملات سهل كتير نجيب الرقم إذا كان ناقص، يعني فهمت علي؟ يعني إذا كان واحد فيه مشتقة التاني بس ناقص رقم سهل كتير نجيبه. طيب إذا حكيت لي إنه أفرض y تساوي x تربيع، معناها دي y تساوي 2 x دلتا x. يلا دي x منها دلتا x. yes dy over 2x دلتا y على 2x. حلو. إذا التكامل صفى معي هو تكامل. يس رح أعوض x ما لعبت فيها x على 1 زائد y تربيع. ممتازة. في dx إيش عوضت محلها اللي هي dy over 2x دلتا y على 2x. يس الx مع الx بتروح الله يرحمها. طلعوا لي النص برا فيش داعي له جوا. النص تكامل. أوكي تمام. اوكي انا عم بس بحل اسرع وانت بتحكي بس ممتازه. اوكي صفينا عند هذا الاشي. في حد متذكر هذا التكامل ايش؟ تان انفرس الواي. ما شاء الله للامانه ما شاء الله. تان انفرس الواي خلصت زائد سي بلس سي. بنعوض مكان الواي مكان الواي شو بعوض؟ اكس تربيع. ممتازة. محل الواي اكس تربيع بلسي. اوكي بس هاي تان. اوكي الانفرس بسرعة. خلاص هيك يعطيني العافية. خلص السؤال واضح؟ واضح. اوكي نمشي. اذا ملاحظين انا شو عم بشتغل بالتكامل بالتعويض؟ يا عم بفك اقتران، يعني يا عم بفك اقتران بيكون قوة معينة بخليه مثلا x قوة 4 خليتها x تربيع الكل تربيع مثلا، يا عم هسه مثل هون راح افصل البسط افصله جزئين، يا يعني انا فكري كلياتها انا بدي العب بالاقتران بحيث اني اطول جزء من اقتران او اقتران يكون مشتقة الثاني. فهمتوا علي؟ هذا اللي انا عم بلعب فيه عشان تكونوا فاهمين انا شو عم بشتغل. اوكي هون كيف ممكن نفكر؟ نفصل التكامل بصير تكامل واحد على واحد زائد إكس تربيع زائد تكامل إكس على واحد زائد إكس تربيع. حاضر. طبعاً دلتا إكس يحق لها بشكل كامل وهيك التكامل جاهز. هذاك بنفرض الواحد زائد إكس تربيع صاد. أوكي ويت أنا اللي بنفرض فيه الإكس على واحد زائد إكس تربيع. حاضر رح أفرض بس هون في إشي مباشر ولا لا؟ اول واحده مباشره. اوكي اللي هي تان انفرس ل اكس تمام. اوكي بلس سي مثلا هون بدك يعني اللي اعمله انه افرض واي تساوي ايش؟ طب لو نعمل انه اكس على واحد زائد اكس تربيع اكس واحد على واحد زائد اكس تربيع واحد شكل نفرض الواحد زائد إكس تربيع كلها. أوكي حاضر سيرين راح. حاضر بس خليكي معي شوي سيرين. ثراء شاركيني شو بتفكري؟ أنا اللي عملته إني فصلت. عندك حل تاني؟ أرد أفصل كمان مرة. أها شوي مش أفصل
لا 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 كاد يخبص لا انسى ربك رحيم قسما بالله في كالكولس 2 لما شرحته ذيك بالفصل قبل فصلين بنت بتقول لي افصل اللي تحت على اللي فوق قسما بالله اللي بتفصل المقام بتروح بتوزع لي اياه على البسط والله والله لا تسمع صوتي عندها تمام اللي فوق بتوزع على اللي تحت انا بعرف انه ما اللي تحت تفكريش توزعيها اللي فوق بتعرف شو يعني من محرمات الرياضيات هاد حرام عندنا حرام شرع فكري بالموضوع اوكي 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 يمه يمه ترى بس لو انك قدامي بس ماشي يلا وعدك تساوي واحد زائد اكس تربيع حاضر سيرين سيرين متحمسة يلا نشتغل دلتا واي اثنين اكس دلتا اكس منها دلتا اكس تساوي دلتا واي على اثنين اكس حاضر يلا نروح نعوض ديوان تكامل رفينا شوفوا اكس نعمل اكس على واي يس على واي دلتا واي على 2 اكس الاكس بتروح مع الاكس برجع تكامل اللي هي نص نص تكامل يس اللي هي لين لين الواي نص لين الواي لين بليز بس القيمه المطلقه للواي المطلقه القيمه المطلقه تمام نعوض الواي نعوض الواي اوكي نساوي 1 زائد اكس تربيع يس 1 زائد اكس تربيع شوفي مزبوط اسمعوا معي بزبط تخلوا النص برا وبزبط تخلوها هون جذر تمام يعني تحطوها هون بزبط زي ما بدكم يا يعني بتخلوها فوق شو مشكلة يس يس ما خلصت أنا لسه هسا جواب التكامل كامل هو عبارة عن تكاملين هذول هذا التكامل إيه هذا الجواب أم سوري زائد هذا الجواب هذا إذا أكمل نكتبوها تعجل نكتب ثاني إنفرس لإكس مثلاً هون سي واحد هون سي اثنين تطلع سي مجموعة مش مشكلة يعني لأنه هم يكون عندي بلس سي كونستانت معين إذا جواب التكامل يساوي تان إنفرس لإكس بلس لين القيمة المطلقة لواحد زائد إكس تربيع هو نص بلس سي بلس سي تمام أوكي. يلا نمشي تكامل من سالب باي على 2 لباي على 2 لx تربيع ساين x over 1 بلس x قوة 6 كيف أكامل؟ بنشوف إذا هو even أو odd ممتازة بفكر إذا هو even ولا odd كونه أساساً هو متصل على كل r yes لأنه فيش أصفار مقام في الريال فيش أوكي even ولا odd نفحص f minus x لو فرضت f of x هي عبارة عن مداخل التكامل x تربيع sin x over sin x على 1 زائد x تربيع x قوة 6 بس هاي تمام؟ بس هي نفسها تمام اوكي عوض محل كل x minus x بصفي عندي minus x تربيع sin minus x over 1 plus minus x قوة 6 هذا عبارة عن x تربيع sin minus x هو عبارة عن minus sin x minus sin x yes على 1 زائد على 1 x قوة 6 اللي هو ناقص f ال x بالضبط ناقص f x يعني الاقتران even ولا odd odd إذا ممتاز كل قوة قلب التكامل صفر وصلنا لعند هذا السؤال السؤال هذا بيحكي تكامل من 0 ل نص لساين انفرس جذر 1 ماينس اكس تربيع دي اكس تمام لو طلعنا جوا التكامل راح نلاحظ انه انا عندي اقترانين واحد من هالاقترانين مشتقة الثاني بنقدر نحكي يعني احنا لو فرضنا مثلا ذهنيا واي تساوي ساين انفرس لاكس راح نلاحظ انه مشتقته عبارة عن 1 على جذر 1 ماينس اكس تربيع فانتم متخيلين انه يعني مباشرة بيروح بتصير لما أفرض كيف يعني يعني لو بلشنا بالفرض زي ما حكيت سيرين y تساوي sin inverse لx اشتقينا هذا الطرف dy اشتقينا هون sin inverse مشتقتها 1 على جذر 1 minus x تربيع dx تمام ومن هون خلينا dx هي موضوع القانون ف
فبيصفي جذر واحد ماينس إكس تربيع في دي واي. تمام؟ نرجع للتكامل، خليها التكامل نفسه. ساين إنفرس أنا فارضها واي على التحت، ما عملت فيه ولا إشي، بضله زي ما هو. اللهم هسه بدي أعوض محل دي إكس، أنا إيش وصل لدي إكس تساوي؟ اللي هي جذر واحد ماينس إكس تربيع دي واي. هاد مع هاد الله يرحمه. هسه إحنا وصلنا لعند نقطة بتحكي تكامل واي دي واي. هون يا جماعة عندكم طريقين. الطريق الأول إنه تكاملوا واي دي واي اللي هي عادة تكامل عادي، اللي هي واي تربيع على اثنين، بس بإيش؟ الحدود اللي عندي هون هون راح تتغير عن الزيرو والنص حسب الفرض اللي أنا فارضه. مش أنا فارض واي تساوي ساي إنفرس لإكس. طيب تعالوا معي على جنب، لو حطينا إكس حسب الفترة الأصلية بين زيرو ونص، تمام؟ هاي بين زيرو وهي نص. لو أنا أخذ ساين إنفرس لإكس، إيش الزاوية اللي ساينها زيرو؟ اللي هي زيرو. إيش الزاوية اللي ساينها نص؟ اللي هي باي على ستة، اللي هي 30، تمام؟ وهي هي عبارة عن واي. إذن واي حدودها بين زيرو وباي على ستة. هذا الطريق الأول، إنك هون تحط الحدود من أوكي ثواني أوكي من زيرو لباي على ستة. أكيد مش راح يعني مش راح يضل نفس ما هو، لأن أنا صفى عندي هون دي واي هون دي إكس، وأنا موجود علاقة بين الواي والإكس، تمام؟ أوكي هسه شو بصفي علينا؟ بس إن أنا هون أحط من زيرو لباي على ستة، هيك بصفي عندي اللي هي باي على ستة تربيع على اثنين ماينس زيرو، اللي هي إيش بصفي معي؟ باي تربيع على ستة وثلاثين في اثنين اللي هي 72 ماينس زيرو اللي هي باي، تمام؟ هي الطريق الأول. الطريقة الثانية إنه أنا زي ما أنا متعودة عادي، أنا وصلت لعند تكامل واي دي واي، صح؟ إيش تكامل واي؟ اللي هي واي تربيع على اثنين. خليها أوكي، لو بدك تحط بلس سي هسه، بس مش مشكلة هاي، لأنه هسه بدي أرجع أحل الحدود. هسا ايش الشيء الاخير اللي كنا نعمله؟ انه نرجع واي بدلاله اكس، تمام؟ لان بلشت التكامل بدي اكس. هذا الطريق الاول وهذا الطريق الثاني. هسا واي اللي هي عباره عن ساين انفرس لاكس على اوكي، واي اللي هي ساين انفرس لاكس هون نحط تربيع لانها واي مربعة على 2، تمام؟ هسا هون مش انا رجعت الجواب دلاله اكس، فيش اي مشكله هون، الحدود ترجع دلاله اكس. ليه؟ لان الجواب مرجع دلاله اكس، يعني هون حدود اكس وهون جواب دلاله اكس، اذا فيش اي مشكله احط من زيرو لنص. بينما فوق كان عندي التكامل بدلاله دي واي، فانا لما بدي اعوض مثلا انا ما اجى على بالي ارجع الواي بدلاله اكس كاخر مرحله، اوكي فيش مشكله، بس غير الحدود وخليها دلاله واي. بس إذا بدك ترجع زي ما إحنا متعودين واي بدلالة إكس، ما تعملش ولا إشي فوق، خلي الحدود ولا تلعب فيها إشي. آخر مرحلة بس توجد الجواب بدلالة المتغير الأصلي، بترجع الحدود الأصلية، وهون بصفي عندك. أكيد لازم يطلع نفس الجواب. ساين إنفرس لإكس اللي هي ساين إنفرس للنص باي على ستة تربيع على اثنين، اللي هي باي تربيع على ستة وثلاثين في اثنين اللي هي 72. هي زي ما انتم شايفين لازم الجواب يطلع نفسه متساوي، لازم لازم لازم. اوكي تمام، وهيك انا بقدر احكي لكم انه فكرتي وصلت، بانه بس اوصلكم انك انت فيك تبلش توصل لتكامل بدلالة المتغير اللي انت اساسا فرضته، يا اما بتغير حدود التكامل على المتغير الجديد لانه صف عندك في حدود جديده، بتغير حدود التكامل لأنه صارت حدود التكامل شيء جديد بالنسبة للمتغير الجديد، أو فيش داعي توجع راسك، بترجع كل إشي، بتخلي التكامل كأنه ما في عليه حدود، وبترجع للمتغير الأصلي اللي هو أنا كان عندي إكس، والحدود بتصف الحدود الأصلية. هاي الفكرة هون، تمام؟ أوكي، شو رأيكم بهذا السؤال؟ هذا بده بس حدا لماح هيك حد يربطها على الطاير. أوكي حضر قطع الطائر، وأنا مش نبهتكم عشان. طيب تكامل واحد على x دي x، هاي حكينا لين القيمة المطلقة للمقام، صح؟ متى ما شفت تكامل البسط يكون مشتقة المقام فالجواب هو لين القيمة المطلقة للمقام. شو مشتقة المقام؟ أوكي ممتازة يا ثرى، بما أن المقام x ومشتقته واحد، إذن لين القيمة المطلقة للمقام. فتكامل
أي اقتران في الدنيا على أي اقتران، إذا البسط كان مشتقة المقام فجواب التكامل هو لأن القيمة مطلقة للمقام. أوكي؟ فحصوا لي هون، هل البسط مشتقة المقام أو نت؟ مشتقة. أوكي، لو فرضنا مثلاً اللي تحت زد بلس زد دي واي عبارة عن إيكو زد بلس واحد، اللي استنتجته إنه البسط طلع عندي مشتقة المقام، فلو حليتوها بالتعويض حيطلع معكم، هات حد سمعني الجواب كم رح يطلع مع بعض، مش مشكلة إنه بنعوض مع بعض، بس إيش رح يطلع هو؟ لين القيمة المطلقة هو لين القيمة المطلقة لإيكو إكس بلس زد يكون زد بلس زد، يس أوكي بلس صح بلس بلسي ليه؟ بلسي ليه؟ في عندك أطراف لا هناك صح هناك في شو اسمه ما انتبهت. أوكي من زيرو لون من صفر لواحد يس يلا نعوض. إيكو واحد كم؟ إيكو واحد صح؟ نفسه إيه زائد واحد ناقص لين إيكو صفر زائد واحد واحد زائد واحد واحد زائد صفر واحد لأن الواحد كم؟ أوب لأن الواحد صفر الواحد. أيوة بدون تردد صفر. واحد صفر طبعا وبصفي لأن إي كو بلس إي بلس واحد تمام؟ هي سواء هيك هيك مش مهم تمام وصلت؟ أها أوكي نحل هذا السؤال وبعدها ناخذ بريك. يلا بحكي هون if f is continuous and تكامل من 0 ل 9 f of x dx equal 4 find تكامل من 0 ل 3 ل x f of x تربيع dx. شو رأيكم؟ التعويض تربيع. حاضر انتوا جيتوا فكرتوا من 0 ل 3 ل x f of x تربيع dx حكيتوا لي افرض y تساوي x تربيع dy تساوي 2x dx من هون dx اوكي تساوي dy over 2x. هذا الحكي لنا ساعة بنحلها بس مش مشكلة. وصلنا للنقطة يا بتخلوا الحدود يا ما تخلوهم، مش يهمني كثير هسه، يمكن يهمني كمان شوي ما بعرف. اوكي تكامل x ما عملناش فيها اشي f of x تربيع فرضتها y dx بعوض مكانها dy over 2x x مع x الله يرحمها تكامل f of y dy تمام. هسه هون راح يهمني اعرف حدود التكامل لهم بشيء معين بس يلا هسه انا عندي كانت ثواني x كانت محصوره حدود x كانت من الاصل من بين 0 و 3 x تربيع بين ايش وايش بين 0 و 9 حلو ما هي x تربيع هي عبارة عن y إذا y بين 0 و 9 هي 0 و 9 أوكي بس حكيتي لي في نص حاضر أم سوري أوكي إذا النص في تكامل من 0 ل 9 على f of y dy هو عبارة عن إيش؟ 4 4 ليش حطيت 4 بقوة؟ سري نحكي لي ليش 4؟ ما هو معطينا اياها معطى فوق بس ما بفرق انه اف الاكس ولا اف الواي معطينا اياها ممتازه صح ولا بخبز كان صح طبعا صح ممتازه. على التكامل عندي حكينا تكامل من a ل b ل f of x dx نفس التكامل من a ل b ل f of y dy ما بيهمني طالما الاقتران نفسه حدود الفتره نفسها بيهمني شو المتغيرات ما بيهمنيش مش انا عم بحط اف الاقتران دي لنفس المتغير خلاص نفسها تكامل من A ل B ل F of مثلاً سيرين دي سيرين نفس الجواب حيطلع هاي من خصائص التكامل حكيناها تمام؟ تمام أوكي إذا بنكمل أنا راح أكمل فلا خلينا ناخد بريك ربع ساعة وبنرجع تمام؟ يعني الربع تمام